الشباب الذين توجهوا إلى المخدرات والانتحارات وإلى أفكار الإلحاد وإلى أفكار الشذوذ الفكري، هذا الذي اهتز له عرش الله، وهؤلاء الذين ضاقت بهم الدنيا وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما الفارق الذي جعل هذا ينتحر وهذا يعيش في سبيل الله؟ لأنه وجد من يعلمه الحياة في سبيل الله. والقرآن قد أبرز دور الشباب في الدفاع عن قضية التوحيد. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذه هي الفتوة وهذا هو الشباب في قصة أهل الكهف. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء حتى أن السورة سميت باسمهم احتراما للشباب الذين خالفوا زمانهم وخرجوا إلى دينهم. ما أقول اعتزلوا أهل زمانهم، ولا دعونا الشباب إلى أن يعتزل الزمان، إنما دعوناهم إلى أن يعيشوا الزمان في سبيل الله. فكان من كرامة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الفتية أن وقف من أجلهم الزمان، وأن الله سبحانه وتعالى أحياهم لزمان يصلح لمعاييرهم ولأفكارهم ولما يعتقدون. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإننا ونحن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي والشباب، فإننا لابد وأن نعلم أننا أمة لا نرفض التطور والأخذ بالأسباب الحديثة، ولكن بما لا يتعارض مع الأديان ولا يخرب الأوطان ولا يهلك الإنسان ولا يغضب الديان. فإننا أمة وصلت إلى ما لم تصل إليه الأمم. وقتما وصلت الأمم إلى الأسباب فقد وصلنا بالأسباب إلى معرفة المسبب. فإننا أمة وصلنا للأسباب وسجدنا للمسبب. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما علت عليه حضارة ولا سمت فوقه سببية ولا تطور عليه أحد. وقتما دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذه إشارة أوجهها إلى كل مجتمعاتنا المفتونة بالغرب وأسبابه، أننا يا عباد الله أمة ما علت علينا أمة، لكن وقتما أخذنا هذه الأسباب لنعرف بها المسبب.